ايه راشمي اسمعي، انت طالعه معي بعد الشغل ما هيك؟ ايه طبعا بعد وقت الشغل اكيد. انا كتير مشتاقه اشوف المطعم ودوق الاكل تبعه وطبعا الشرب. راشمي شو ما بدك يعني اجي معك؟ انتي وليش لحتى اسالك؟ بعرف ما رح تجي. مين قالك؟ اكيد رح اجي، بالمناسبه انا اليوم عازمه الكل. شو هالحكي؟ غاشا انت فيكي شي؟ راشمي انا كتير مبسوطه لاني من اليوم ورايح رح اعيش حياتي مثل ما انا بدي، رح اصرف راتبي على حالي كمان مثل ما انا بدي وكيف ما بدي. وبتعرفي رح نعتبر عزيمة اليوم احتفال بحريتي اللي بلشت. ماشي؟ بس بعرف انه اليوم خطبة اختك صح؟ واذا يعني الخطبة على الساعة 8، انا خبرتهم بالبيت بانه عندي كورس كمبيوتر حيكون بعد الشغل، لهيك رح اتأخر شوي برجعتي على البيت. المهم اني وصل قبل ما تبلش حفلة الخطبة. ممتاز ممتاز. دائما كنت تقولي بأنه في قوانين وحدة للكل، بس مو صح. في قوانين وحدة للكل بس ما بتطبق على أختي. مو أنتي عم تقولي إني دائما أنا بغلط؟ معناتها رح أغلط عن جد. مو أنتي عم تميزي بيناتنا؟ ماشي رح كون هيك من اليوم ورايح. أنا ما كان بدي أعمل هيك، بس قلت ثقتك فيني هي يلي أجبرتني أتصرف هيك تصرفات. من اليوم ورايح يا أمي رح أعيش لحالي ساعتين بحجة كورس الكمبيوتر. تعي باشاليا اتركي كل هدول من ايدك. اسمعي خلي الاناني هون وديري بالك عليهم منيح. انت روحي ساعدي عمتك. فينود ايه خليه هون. فينود كله تمام؟ ايه ماما الحلويات صارت جاهزه والخضره وباقي الشغلات عم تتحضر. ماشي وطابات الحلو جاهزه؟ لا تخافي ماما انا هون. لكان الي منيح. ايه حرك الحليب بسرعه. بشو بخدمه؟ اختي شال العروس ما لقيته. وينه؟ لا تقولها. كيف نسيت شال العروس؟ شو بدي ساوي؟ أنا ما بعرف منين، لازم تجيبوه بسرعة. ماشي لا تخاف وأنا رح جيبه. لا 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 خليك هون رح أخذ فيشاليا. ماشي كيف نسينا هالشال؟ يلا يلا حبيبي أسرع أسرع شوي. إيه أخي أعطيني 2 كيلو يكونوا تازة. ماشي. جوز هند، ورق غار، زهورات، شو بك عجل شوي. تفضل. إيه مية يسلم. انتوا ولاد هالايام ما عندكم احساس بالمسؤوليه. انا كتبت كل القائمه، ما خليت غرضه الا ما كتبته بالقائمه. ماما بسيطه نسيت شغله او شغلتين على السرعه، شو صار يعني؟ ايش هو هالحلا كله؟ يا سلام رح يوصلوا على الساعه 8 ماما ولساتها الساعه 7 الا ربع. ماما ماما شو في هذا اللي نيكي هذا؟ شو صار؟ يعني وقف وقف شو عملت؟ ماما قولي الشب. شو هاد اللي يعني عملته؟ يعني يا قليل الأدب يا واطي. ماما خلص خلص الله يخليك اتركي. ماما مدام أنا شو عملت لك؟ هذا طريق ومعجوق كتير، إذا أجتك دفشة صغيرة ما في داعي تعيطي هيك بالمرة. وعلى كل حال إذا كانت بنتك حساسة كتير خليها جزدان بشنتاتك وحطيه بالبيت، أو قولي لبابا تبعها يشتري لها طريق خصوصي مشانها، مو أحسن؟ يلا روحي من هون. ماما اتركي هذا واحد قليل أدب. بعدي خلاص. هيك بعدي ماما. بعدي ماما ماما أنت وقف لشوف، مو عيب عليك عملتي اللي عملته؟ ما عندك أخلاق؟ أنت واحد بلا حياة. شو عملت؟ ها؟ قولي له بنتي. شو عملت يعني؟ ها؟ قللت أدبك معه. أمي قولي لي شو عملت؟ ها؟ أنا خجلانة احكي عن الشيء اللي عملته، لأنه هذا الشيء بخجل. خلصينا بقى، يعني شو بدك مني هلا؟ ما عندك شيء يعني؟ بعدين شو المشكلة إذا دفشتها بهي العجقة كلها؟ خلاص خلاص ولا؟ أنا بعرف المحتالين مثلك كثير منيح. بتستغل العجقة منيح وبتزعج البنات، شو ما عندك أم ولا أخت؟ يا مدام انت حكيت كتير ولا تضلي عم تضايقيني بهالحكي السخيف لانه بيطق مخي بعدين. وانا برايي ما في داعي تنزعجي كتير لانه ما قرصتك انا، ما هيك؟ امي لو كانت امك عرفانه تربيك وكنت خايف على اخواتك ما كنت عملتي اللي عملته. ماما
بابا كل شيء صار جاهز؟ بهالحالة هيك ناس لازم ياخذوا درس مرتب، كأنه أهلهم ما ربوهم منيح، ما بيركزوا في دراستهم أبدا. طلعي، حدا عمل شي مشكلة مع أمك اليوم؟ شو هالعالم يا؟ ما عاد العالم استحت، أنا لازم أتصرف ولاقي. ماما انسي بقى. كيف بدك ياني أنسى؟ مين مفكر حاله؟ ماما ليكي أختي طالعة كتير حلوة. جانو مو معقول يا جانو، بنتي جانو انتي طالعة حلوة كتير، وقت رح يشوفوها أهل العريس رح يطير عقلهم. ماما هي هي البداية بس، هلأ شوفي أول ما رح تبلش حفلة الخطبة ويش أختي رح يصير أحلى وأحلى. على كلك لما رح تلبس الساري اللي جايبه العريس اللون الأخضر رح ينتشر بكل مكان. ليكو هي ابن حماية إجا أول ما جبت سيرته. يلا روحي جهزي حالك. حاضر رايحة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.